مش في دماغي، بس هي فرضت الموهبه بتفرض نفسها. الاقيها الاقيها مثلا انا بحفظ زياد حاجه، الاقيها هي مش معانا بس مثلا بعيد، تقوم جايه لي قايله لي الجمله اللي انا بقولها لزياد مره مع مره مع مره. لا الموضوع فيه حاجه يعني. فمن هنا بدات اهتم وادربها، وقدمتها لاصول الثقافه كم اغنيه تقيله، وفعلا قدمتها للاستاذ محمود ابو زيد في ثقافه التذوق في سيدي جابر عندنا، خطفها من اول يوم من اول لحظه. لما وقفت يا اشركت قدام الرئيس السيسي بقى رئيس الجمهوريه، كان شعورك ايه؟ يعني شعورك وقتها كان ايه؟ كنت يعني كنت عايزه اسلم عليه اساسا، و سلمت عليه ولا لا؟ وعارفني ولا على فكرة ايه؟ عامله اغنيه للرئيس السيسي على فكره. طب أيوة نسمع. انت غنيتي ايه قدام رئيس السيسي الاول؟ غنيت انا والفنان تامر حسني. وغنينا قدامه يعني قدام الرئيس غنينا، بس هو كان يعني بعيد عننا ب 10 متر فمش شايفاه كويس. كان نفسي بقى بحسبه بقى هيبقى قريب قوي وكده، بعيد قوي. طب يعني بالظبط يعني خلينا بس نقول يعني انت غنيتي له غنيتي قدامه الحاجه، وبابا بيقول ان في اغنيه للرئيس السيسي. طب نسمع نسمع الاغنيه بتاعه الرئيس السيسي اللي موجوده الاول. طب يلا رئيسي يا رمزي يا رمزي الفداوي الوطنية والشجاعة، رئيسي يا منحة السماء دي، مصر في ملحمة، مصر في ملحمة، سيسي يا رمز الفدا والوطنية والشجاعة، سيسي يا منحة السماء دي، مصر في ملحمة، مصر في ملحمة، قدها وقدود وحيوف وعود المصريين، صنع في مصر هيبقى شعار الوطنيين، قدها وقدود وحيوف وعود المصريين، صنع في مصر هيبقى شعار الوطنيين، وربان السفينة هيرسي بينا المينا، وربان السفينة هيرسي بينا المينا، والمجد كله لينا، ويستحق المصري، يستحق المصري، يا رمز الفدا والوطنية والشجاعة، سيسي يا منحة السماء دي، مصر في ملحمة، مصر في ملحمة، افرح يا شاهد يا بعمر مديد وفعليين، مصر بلدنا بعزم ولادنا ورئيس حر امين، افرح يا شهيد يا بعمر مديد وفعليين، مصر بلدنا بعزم ولادنا ورئيس حر امين، يبقى اقتصادنا عالي والصحة في العلالي، يبقى اقتصادنا عالي والصحة في العلالي، وتراب بلدنا غالي والتعليم يبقى عصري، التعليم يبقى عصري، سيسي يا رمز الفدا والوطنية والشجاعة، رئيسي يا من حيط السماء مصر في ملحمة، مصر في ملحمة. معانا الأستاذة منى عثمان خالة الفنانة أشرقت. مساء الخير يا فندم. معانا على كرسي The Voice Egypt، حقق حلمك، صوتك حلو، بتعرف تغني، بتعرف تقلد كاركتر ممثل أو مطرب مشهور، برنامج The Voice Egypt بيقدم لك فرصة ذهبية. دلوقتي تقدر تشارك معنا في برنامج The Voice Egypt. للمشاركة لجميع الأعمار كلمونا على 011 041 60 317. The Voice Egypt، انت النجم.